السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على القناة. اليوم إن شاء الله إني موضوع آخر بعد شوية من هذا الصداع ديال الجائحة، وسنعود إلى رسالة عبد الله البارودي التي كنت تطرقت لها منذ شهرين، والتي وجهها سنة 1991 مباشرة إلى الحسن الثاني. حينها وجدت يعني أن بزاف الإخوان كانوا مهتمين بذاك تلك الرسالة، ترجمت منها الجزء الأول. سأتمم يعني الترجمة. في الجزء الأول تكلمنا على المجزرة التي ارتكبها الحسن الثاني في الريف بتواطؤ مع حزب الاستقلال، واليوم سنترجم الجزء الذي يتكلم عن الموت الغير طبيعية ديال محمد الخامس، والتي أثيرت حولها العديد من التساؤلات. عارفك باغي تشوفني، خليك موحش صوتي، هيك صوتي ما بقيتش نتاك في الثقة، صفت خيالي بلاصتي هكا علمتني الزنقة، بست وجهي ماسك دوب الفاس. يقول عبد الله البارودي في هذه الفقرة التي يتكلم فيها عن نهاية محمد الخامس الغريبة والتي كانت بفعل فاعل، وسنبدأ من غرفة العمليات حين كان محمد الخامس يخوض عملية جراحية، يقال أنها كانت عملية جراحية بسيطة، بل كاين من الناس اللي قال أنها لم يكن لها أي داعي، أو هي كانت وسيلة لاستدراج محمد الخامس إلى غرفة العمليات للإجهاض عليه، يعني من خلال واحد المخطط ديال الحسن الثاني. إن فريق المختصين الذين قاموا بإجراء العملية كانوا متكونين من أطباء ومخدرين فرنسيين، إضافة إلى 3 أطباء مغاربة، من بينهم الطيب بن هيمة والهادي مسواك وزير الصحة. ومن خلال التحقيق المعمق لبعض المناضلين المغاربة استمر طويلا، تمكنوا عن طريق وسطاء من الوصول إلى شهادة أحد أعضاء عائلة الطيب بن هيمة وأيضا البروفيسور مسواك عن الطريقة الدقيقة التي قمت من خلالها باغتيال محمد الخامس. وبالرغم من أن الحالة لم تكن تستدعي ذلك، قررتم إجراء العملية بتخدير كامل، وبما أنه كان يعاني من بعض المشاكل في القلب كان لازما من التنفس الاصطناعي خلال هذه العملية، ودون سابق إنذار قمت باقتحام غرفة العمليات وأعطيت أوامرك للفريق الطبي بمغادرة جناح العمليات. يعني في الوقت اللي كانوا كيديروا العملية لمحمد الخامس، يعني محمد الحسن الثاني دخل عليهم للغرفة، اقتحمها وحبس كل شيء. البروفيسور الفرنسي لا زال على قيد الحياة ولا زال صديقا لك، مستفيدا لعقود من هباتك وهداياك الملكية، وهو من كان يوجه العملية، وقد اندهش من اقتحامك للغرفة وأمرك للمجموعة، وقد رد عليك أنهم في مرحلة حاسمة من العملية لا يمكن مقاطعتها دون أن ينتج عن ذلك تهديد على حياة المريض. يعني الحسن الثاني دخل غرفة العمليات، قاطع الجراحة في ظرفية وفي واحد الوقت يعني اللي فيه تهديد لحياة محمد الخامس الذي كان مخدرا تخديرا كاملا، رغم تحذير الأطباء له، إلا أن الحسن الثاني كان مصرا على اقترافه لهذه الجريمة وتنفيذ خطته. وبالنسبة للقصة سأذكرك بردك الذي قلت فيه سمواكي سوي لباترويسي، يعني أنا الرئيس هنا وأنا من يحكم. امتثلت المجموعة الطبية وانتقلت إلى غرفة الانتظار المجاورة، وبقيت أنت 20 دقيقة بالضبط لوحدك داخل غرفة العمليات، حيث كان محمد الخامس مستلقيا على طاولة عملياته. عندما غادرت عاد الفريق الطبي إلى غرفة العمليات ليجد محمد الخامس وقد فارق الحياة جثة
هامدة. كانت الساعة تشير إلى 1:30 بعد الزوال، وقد كان التقرير الطبي قد نزل كقطعة ثلج باردة صدمت جميع الحاضرين الذين أدركوا مدى الدراما عندما لاحظوا أن موت المريض كان سببه الاختناق، لأنك أنت وحدك الذي قطعت بنفسك إمدادات الأكسجين. وكانت جريمتك الغير مبررة هي بداية الانقلاب الذي ستتبعه خطوة ثانية، وهي عبارة عن خطة شيطانية كنت تعد لها منذ شهور وسنين للاستيلاء على السلطة. للإشارة، فإن الحسن الثاني يعني كان يسير العديد من الأمور يعني منذ عهد ما بعد الاستقلال يعني في الظل، فكانت تحركاته السياسية أكثر من محمد الخامس الذي كان في الواجهة، بل كان هو من ينسق مع حزب الاستقلال في بزاف ديال الاغتيالات ديال المناضلين وديال جيش التحرير. ثم عاد الفريق الطبي إلى جانب المريض بغرفة العمليات، والذين تم احتجازهم لمدة 5 ساعات إلى جانب جثة محمد الخامس. وفي خلال هذه الساعات الطوال لم تكن لتضيع وقتك، بل استغليت كل الوقت لاتخاذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة والعسكرية لتجنب أي مفاجأة قد تحدث. وفي نفس الوقت حركت الطائرات والمروحيات إلى كبريات المدن من أجل استقدام من تسميهم أنت علماء، من أجل شرعنة جريمتك وانقلابك. يعني هذا هو دأب العلويين، دائما ما يستنجدون بعلماء السلاطين لتبرير جرائمهم ولإضفاء الشرعية على كل ما يقترفونه، يعطوها واحد الصبغة اللي هي صبغة دينية كي يقنعوا الجماهير. لقد رحب أصدقاؤك في باريس وواشنطن الذين طالما راهنوا على مستقبلك السياسي وعلى عرش، ولم تعلن أنباء وفاة محمد الخامس على الهواء حتى الساعة 6:30 مساء، عندما تأكدت أن جريمتك محبوكة محكمة من جميع جوانبها. من هذه اللحظة لم تتوقف منذ ذلك الحين، وهذا لمدة 3 عقود من الادعاءات في كل فرصة تتاح لك، وتقتبس آيات من القرآن تستنكر ما اقترفته بيديك على الناس. وعند اعتلائكم العرش في 3 مارس 1961 تم إضافة الشرعية ليس فقط على الجريمة، بل جريمة لا يمكن إنكارها، ولكن أيضا على الاغتصاب والمكر الذي تمارسه. ومن المفارقات تبنيت من المواقف والسلوكيات المناسبة للارتباط أنك كل ما يفيدك واستغليته لمصلحتك، فسيطرت الصدمة على الشعب المغربي الذي كان بعيدا عن معرفة الحقيقة، والمؤسف أن عرقهم وخبزهم اليومي وكرامتهم وحريتهم سيتم مصادرتها وسرقتها من قبل مجرم دنيء وخسيس. وقعت على جريمتك بأحرف من ذهب. احنا ما يهمنا من هذه القصة يعني هي الشهادة ديال عبد الله البارودي التي استقيناها، يعني باقي الكلمات والعبارات الأدبية لا فائدة منها، فقط احنا خضينا هذه الشهادة كما خضينا بزاف ديال الشهادات الأخرى، لأن ملي كتكون عندك مصدر واحد يعني كيكثروا المشككين في المعلومة، ولكن ملي كتولي عدة مصادر وعدة جهات وعدة يعني كتاب وباحثين ومناضلين شهدوا بمثل هذه الشهادات التي يعني سبق وأن طرحناها في القناة من خلال كتاب الثقة القاتلة ديال ابن طبيب محمد الخامس جيرار فوري اللي كتب الكتاب دياله،
واللي طرح فيه بزاف ديال الاسرار، ترجمنا منه واحد الفقرات ومنها الفقره ديال اغتيال الحسن الثاني لمحمد الخامس. يعني فكلما كثرت المصادر كلما زادت مصداقيه الخبر، كي يتاكد لنا ان محمد الخامس لم تكن موتته ميتة طبيعية، بل تم اغتياله على يد الحسن الثاني الذي سيطر على العرش. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. غادي نشوف الفقرة الثالثة إن شاء الله من الرسالة التي تخفي العديد من الأسرار التي تم حجبها عن المغاربة. إلى اللقاء. راه دولة والله ما عندنا دولة، والله ما دولة، كيبقاو يضربوا من الجناب ما كيقصدوش العوينة نيشان، حتى الضربة الأولى القرطاسة الأولى تيري في الحلوم باع حسن الثاني والبقلاوي. ويعلم الله أنني أتعلم شخص